زوار الفجر إلى جسر على أطراف باريس، مداهمة لعائلات من اللاجئين، خيام بالية، سكن من ورق وبلاستيك وأقمشة، مكان عشوائي. نحن هنا في سان دوني على بعد كيلومترين من باريس، وسائر النقل العام معقدة بالنسبة للاجئين لأنهم يحتاجون إلى تذاكر المترو، لذلك يتجمع اللاجئون في المناطق القريبة من باريس لطلب المساعدة للاستحمام أو تنظيف ملابسهم. يتم دفع هؤلاء الأشخاص بعيدا ولا نعرف إلى أي مدى سيذهبون بذلك. حادث مفاجئ من حوادث متكررة في طرق الترحيب غير المتوقعة. نقترب من 70 عملية إجلاء، وفي كل مرة نفس الشيء. نعلم ما سيحدث بعد ذلك، نعلم أن الناس سينتهي بهم المطاف في الشارع، ونعلم أن الإسكان الطارئ لا يدوم، والليلة سوف نوزع وجبات الطعام لأنه في كل الأحوال سيكون هناك أشخاص منفيون لاجئون في الشارع. تناقض بين منظمات المجتمع المدني والحكومة الفرنسية التي تقول إن الهدف سلامة المهاجرين في ظل كورونا وتعد بسكن قانوني بديل. الحل هو أن تطبق فرنسا قانون اللجوء، لأن طالبي اللجوء يتعرضون للاضطهاد والتهديد بسبب الحروب في بلدانهم. لدينا الكثير من الأفغان على سبيل المثال، وهناك صوماليون وسودانيون. البلدان التي في حالة حرب يفر منها الناس ويأتون إلى هنا لطلب اللجوء، لذا سيكون الحل هو إيجاد حلول طويلة الأمد. إنه ليس مجرد حادث في سياسات اللجوء الفرنسية، هذه سياسات فرنسا التي تتمثل في عدم الترحيب بمن يلتمسون اللجوء والذين يفرون من الموت. ما بين تعدد مصطلحات ما يجري، التطهير أو الطرد أو الإجلاء أو الإخلاء، النتيجة واحدة، مصير 2000 لاجئ معلق، فيما يرى منتقدون أنها خطوة سياسية رمزية لا تقدم شيئا لمعالجة مشاكل الهجرة.